ما كاينش شروط يمرر التمريره بالفعل عند الظلم عند البياز البياز يقدر يا سلام يا سلام على البياز البياز يسجل هدف من الروعه بمكان بعد التمريره ديال الظلمي كانت مفاجاه لانه كنا عشنا على اعصابنا قله المقابله المنتخب ديال كوت ديفوار كما لاحظت طريقه ذكيه حاول يربح اكثر ما يمكن من الوقت واكثر من هذا تمكن من تعصيب العناصر ديال المنتخب الوطني ولكن هذه الاصابه هذه كانت مفاجاه وهديه من اللاعب بياز للجمهور اللي حج اليوم بكثره وبكثره منذ تقريبا 12 ديال النهار والمدرجات ديال المركب الرياضي محمد الخامس كانت مملوءه عن اخرها وتلاحظ ان الجمهور إذا كان ممكن من المخرج ديال هذه المباراه يعطينا واحد لمحه على هذا الجمهور هذا اللي الواقع انه هذا عرس رياضي تنعيشه الان هذا الواقع هذا ممكن يتقال في هذه اللحظات هذه